بسم الله وعلى آله وصحبه والاه. بعد إخواني الكرام، فقبل أن نبدأ بالتسجيل هذا كتاب، أدعوكم لتنزيل هذا الكتاب، كتاب جديد لي باسم أو بعنوان مناقب المشركين في الألوهية ومثالبهم وحقيقة شركهم في الجاهلية. هذا هو المجلد الرابع طبعا من سلسلة نقدي لنظرية تقسيم التوحيد، وهنا أنا أتكلم عنه، وهذا بالأمس أنا نشرته منذ يومين، وطبعا الذي يريد أن ينزله موجود هنا أيضا على موقعي الرسمي هنا، هذا هو الكتاب. طيب، هذه مقدمة فقط قبل أن نبدأ بقي أن نشير أن هذا الكتاب يعني له عنوان آخر، ولذلك احنا قلنا أو ثناء الوهابية على المشركين لتكفير المسلمين، وهذا أنا العنوان الثاني أفضله، مع أنه هو العنوان الأول هو الذي كنا مستقرين عليه، لكن بدلي هذا العنوان أنه مختصر أكثر ويعبر ويشوق أكثر. والكتاب يعني هو 600، كما ترون هنا 600 صحيفة، هنا يعني 620 صحيفة بالضبط، يعني هذا هو الكتاب هنا كما ترون 620 صحيفة بحمد الله. توكلنا على الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. طبعا أرجو أن يكون الصوت واضح، أن يكون الصوت واضحا، إن كنا نحن ما عملنا تعديلات أو شيء، لكن يعني لما أرى تعديلات تعليقات أحيانا يكون الصوت واضح، أحيانا يقول لا مش واضح في المسألة. لا. طيب، نأتي لأخينا الدكتور عبد الله رشدي، هدانا الله وإياه. طبعا أنا ما كنت أحب أن أرد عليه مختص بالرد على الوهابية، لولا أن الإخوة أرسلوا لي يعني مقاطع له، صار يقارن بين مقاطع له قديمة وحديثة، وفعلا أنا والله يوم قارنت والله يعني ما بتقول 180 درجة، يعني 179 درجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني المهم طلب مني أن أعلق، أنا علقت يعني تعليقات سريعة، لكن هذه تعليقات ارتجالية، لكن الآن أنا يعني شفت وحضرت وقرأت وسمعت له تسجيلات، وهذه عن الحديث الجارية سمعت كاملا، وحديث هذا عن صفة الاستواء كاملا، وسمعت له تسجيل قديم إذا قيل لك أين الله وكيف نجيب عنه. يعني أنا في الواقع يؤسفني أن أقول التالي، أن الأخ هذا هو ما يعني حسب كلامه هو ما تنصل مذهب الأشاعرة، فما يفرح الوهابي كثيرا يعني، ولكن لا، المذهب موجود التأويل والتفويض وكذا، لكن الآن في كلامه عن الاستواء أنه أنا أختار الإثبات مع التنزيه إلى آخره. هل أنا ممكن أنا ألخص لكم النتيجة التي خرجت بها حينما أنا شاهدت بعد كلامه أو شاهدت تسجيله عن الاستواء كاملا وعن الحديث الجارية كامل، وعن قول هذاك الأول هذاك كيف نجيب عن سؤال الله، هذاك هناك أشعري خالص، لكن هنا الكلام على هذا التسجيلين الأخيرين. طبعا هو له تسجيل من 8 أشهر وسط، يعني ها يعني بين تسجيله هذا كيف نجيب عن أين الله، قلت لكم هذا أشعري هنا واللي رد عليه الشموسي، هذا من 3 سنين. من 8 أشهر طلع وقال أين الله، إذا قيل أين الله أو هو على، قال هو في السماء على العرش بائن من خلقه كذا، وهذه احتفل بها بعض الوهابية، والشموسي نفسه قال هل صار هكذا، قال بعمل تسجيل هل صار عبد الله رشدي سنيا، تاب وصار سنيا. طبعا طلع ابو الحسن الاشعري قال له نعم، يعني هكذا معنى كلام ابو الحسن الازهري وهابي، لكن على طريقه المداخلي يرد على الشموسي. هو رد عليه بقضيه انه ايش، هذا ابو الحسن الازهري اللي هو حاليا هلا بيرد عليه دمشقيه بيرد على الحسن الازهري، وهذاك بيرد عليه وهكذا، وبيرد على الشموسي كمان مداخلي مع خارجي وكذا. فهو هذا الشموسي كان قال يعني هذا ظاهر كلامه، كلام عبد الله رشدي من 8 أشهر لما قال الله في السماء على العرش بائن من خلق، قال هذا ظاهره موافق للسلف.
طلع هذا ابو الحسن الازهري وقال له طيب ايش بدك اكثر من هيك؟ احنا لنا الظاهر الله يعطيه الاسرائيل، بتعرفوا هؤلاء كيف من فلتات لسان تعرفه الظاهر كلامه، ايش انت بتاخذ مو بتحمل كلام على الظاهر، ايش بدك بدك الباطل انت؟ طيب اللي هو تقول انه من يطلع على علم الباطل فهذا مشرك، لانه لا يطلع عليه الا يعني من يدعي هذا فهو مشرك، لانه لا يطلع على البواطن الا الله. طيب المهم هلا الكلام اللي بدي اقوله هلا حسب انا ما تابعت بقى كلامه كاملا فما اكون بقى اظلمه، يعني انا اول شيء لما علقت على تسجيله على التسجيل حديثه عن الحديث الجاري عن صفه الاستواء علقت، ما كنت انا اعرف ماذا يقول، لكن انا علقت بالتفريغ الالي انه هنا قال كذا، التفريغ الالي للتسجيلات كلها بس ما شفته، يعني التفريغ الالي بيعطيك فكره بسيطه، انما مع انه بيفرق كلامه حرفيا، لكن انا ما قرات التفريغ كله، انا قرات المقتطفات لانه هو قائم هذا الاسبوع في كيس قائم على تعليقات سريعه ارتجاليه. طيب لكن الان بعد ان سمعت وشاهدت بعيني و هنا فأنا عملت هلا صار ملف عبد الله رشدي، هذا طبعا بعض الملفات اللي انا سالت عليها. سأقول التالي، اقول يا اخي بقى فتحتنا السالفه شفت واشي. طيب سأقول المنهج هذا يمكن ان يوصف، المنهج الجديد لعبد الله رشدي يمكن ان يوصف بكلمتين، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده ولم يكد يراه بصراحه، يعني مع انه قلت لك وسمع ما صار وهابي، لكن هذا الماء هو مرحله وسيطه او هو برزخ الان الى الوهابيه كامل، ولذلك عندي انا الان تسجيل ساسجل بعد قليل من ملف كيف تصبح وهابيا خالصا في 10 دقائق يا عبد الله رشدي اذا تريد ان تصبح وهابي خالص، لانه الان بين وطبعا صار عندي انا ملف عند خبوطات عبد الله رشدي بيدو بس بهدول التسجيلات، راح طيرت المروحه ويا الملف، رخص عبد الله رشدي في التجسيم، تتبع رخص عبد الله رشدي في التجسيم ومقارنتها مع تتبع الرخص الفقهيه، وكيف تصبح وهابيه اذا قلنا، وتخريج اقوال عبد الله رشدي من كتب السلفيه والوهابيه وتسجيلاته كلها، وفي كمان خبطه في كلامه عن الاستواء وخبطه في كلامه عن الحديث الجاهل. طيب لماذا أقول أن عبد الله رشدي صار الآن منهجه ظلمات، أنا هكذا أنا عنوانت الآن ظلمات بعضها فوق بعض منهج عبد الله رشدي الجديد، لأنه يتلخص في 3 أمور في 3 ظلمات، الأول تتبع الآيات والأحاديث، هذا ظلمات المتشابهة، لا تقطع كلامي، وهذا زيغ كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أين تتبع الآن الآيات والأحاديث المتشابهة؟ الآن بدأ، لذلك أنا قلت الآن حديث الجارية، هو بدأ بحديث الجارية من الأحاديث المتشابهة وبحديث وبآية وبآية الاستواء اللي هي من الآيات المتشابهة باعتراف ابن قدامة اللي قال لك ها شوف عبد الكريم تفشخر بابن قدامة، ها يقول ابن قدامة ان الحديث الجاري يدل على جواز المشروعيه، على جواز مشروعيه سؤال اين الله. طيب هو نفسه ابن قدامة كما قلنا لكم يقول بان هذه الايه متشابهه، هذه والحنابلة يقولون ان المتشابه كصفات الله، نص عليه المرداوي، نص عليه نص عليه ابن مفلح تلميذ ابن تيميه، هذا شو اسمه رشدي عم يحتج بالحنابلة يقول لك هذا من أئمة الحنابلة، مين من أئمة الحنابلة؟ ابن بطة. استدل بالدارمي، أسماء الدارمي. إذا أولا تتبع الآيات والأحاديث المتشابهة الآن فعلها، والآن بدأ كبداية، ولذلك أنا سأسجل بعد قليل، لأنه الآن يعني عندي 15 دقيقة، أسجل الآن بعد قليل حديث الجارية وآية الاستواء كانت البداية، يعني بداية تتبع عبد الله رشدي للآيات والأحاديث المتشابهة. انتبهوا بقى على التوقيت، اشتغل صحابي كما يقول، ما دلالة هذا التصريح في هذا التوقيت؟ طيب ما دلالة، أنا لفت نظري لأفرجكم إياها، واحد أظن من إخواننا الفلسطينيين كتب له بالتعليق على هذا الكلام على آية الاستواء، تعليق مر يعني حقيقة تعليق يعني شديد،
قال له انت عم تتكلم هلا في استواء وكذا وتارك ما شفناك عملت فيديو عن فلسطين وهذه المجازر وكذا. يعني هذه انا ما اطلب منه والله يتكلم وما يتكلم عن فلسطين، حر هذا ماشي، انه واجب الوقت الان، لكن لاحظوا على الخذلان المبين، مش لأهل فلسطين، لا خذلان أنت لنفسك. رجعت إلى نقطة الصفر، تركته، وكان على أساس عبد الله رشدي شغال، والله أنا يعني رجل، يعني أنا لي مدح قديم عليه لعبد الله رشدي لما رد عليه الشاموسي وكذا، والمكان على المنهج السابق هذا رشدي، لكن بحمد الله هذا ما نشر منح القبيل طبعا، مين انت حتى تمتحني كذا؟ انه انا زمان لما رددت على هذا على الشموسي كنت سجل تسجيلات، في منها تجريبيه وفي منها تنزل وفي منها انزلها وفي منها تنحذف وفي منها تبقى الى الان ما فضيت نزلها، فيديوهات يعني، في فيديو منهم انا يعني اذكر انه مدحته كذا الى اخره، ومش على مش في ردي على مش في ردي على ليس في ردي على الشموسي، انما في ردي على عماد رفعت، لانه هذا عماد رفعت له رد شديد عليه، هذا في هذا بتلاقوه في قناتي يعني عن هذه، انه يقول لك هذا هذا عماد رفعت هذا، وهذه الاشاعره اجهل من الدواء في العقيده، لانه قال راح استشهد بحديث استسقاء سليمان وجد النمله ترفع رجليها وقال شوف النمله تعرف اين الله، هذا معلق عليه عبد الله، مع انه هذا عماد رفعت، مع انه هذا الحديث ضعيف اصلا باعتراف الالباني، وانا عملت عده تسجيلات عليها وبعضها يعني رفعته ونشرته على قناتي، بعضها لم ارفعه، منها هذه في واحد منها عندي هي التسجيلات مدح، يعني مدحي لعبد الله رشدي. طيب لكن لاحظ الان على الوكسي وعلى الخذلان وعلى نعوذ بالله من الحور بعد الكور، كان يتكلم بقضايا الامه، هذا عبد الله رشدي ولا عنده، انا فكرت لسه عنده 450 الف مشاهد، لا متابع، لا مليونين فاصل ثلاثه تقريبا، يرد على المانيا من شيء اسبوعين طالعوا له قناه على هذا لقاء مع المذيعه على قناه العربيه، يرد على المانيا، شوف 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 بمنهجك هاد الخايب بدك ترد على العلمانيين والملاحده اللي كنت تتعاملوه، هذا اللي قلته الكلام الخايب اللي قلته في حديثك على الجاري وفي حديثك وكلامك على الاستواء، والله ما تستطيع ترد ترد على السبسطائي، صعب الرد عليه طبعا، لا يمكن نفسه ذاك، مع ذلك ائمه الاشاعره ردوا عليهم واقاموا عليهم الحجه، قال لك انت تنكر نفسك، طيب تعال جيب، قال لك الامام الغزالي جيب عصاي واسلخ هذا اللي بيقول لك انا انكر انه انا موجود لو موجود، اذا قال لك ليش عم تضربني قال له ليش انت موجود، هذا الكلام للغزالي سرقه وليد سعيدان لما طلعوا عم يتمسخر على مذهب الاشاعره في قضيه انكار السببيه، راح يرد عليهم بكلام اصلا هو سرقه من كلام الغزالي، ممكن عليه نعمل عليه حلقه، لكن قبل ان ينتهي التسجيل 15 دقيقه، شوف ظلمات بعضها فوق بعض، اول ظلمه تتبع الايات والاحاديث المتشابهه وهذا زيغ، ورجوع الى نقطه الصفر، الايات والاحاديث مضى فيها، وانت نفسك في كلامك القديم هذا في حديث في في في, في فيديوك السابق كيف كيف نجيب من يسأل اين الله، قلت هذا فيه مذهبان للاشاعره، مذهب السلف التفويض ومذهب التاويل وكلاهما خير وكذا، وانتهى الموضوع، الان رجعت الى نقطه الصفر، لانه هذا في كلامه على الاستواء بيقول لك استقرار ويجيب لك قضيه بالمكان والجهه وانه هذه ما فيها شيء والاميدي وفصل فيها هذه اذا تتبع الايات الاحاديث المتشابهه والظلمه، اثنين تتبع شواذ الروايات بقى عن السلف منها ما صح ومنها ما لم يصح وترك ما سواها من الذي تواتر عن السلف واللي هو اقر ابن هو نفسه رشدي في كتاب في هذا الفيديو تبعه كيف نجيب عن سؤال عن الله، اقر بانه اصلا السلف كانوا لا يزيدون عن هذه الايات ويتلونها ويسكتون، واتى بحديث كلام ابن عيينه تلاوتها تفسيرها تلاوتها والسكوت عليها، الان صار يتنكب يقول لك لا هذا ليس مذهب السلف، هذا مذهب الاشاعره ومذهب الظلمه الثالثه قبل ان ننتهي، وهذه الثالثه الاثاث بقى
الأول والثاني بيعملوا الوهابي، حتى الثالث بيعملوا الوهابي، اللي هو الأخذ ببعض النصوص المبتورة للسادة الأشاعرة مثل القرطبي والرازي والآملي، هذا طبعا فضلا عن تفريقه بين المتقدمين والمتأخرين، اللي هو أصلا نقض غزله لما استشهد بالرازي في قضية حوادث حلول الحوادث لله، وما استشهد بالقرطبي في قضية إثبات الكيفية والجهة لله. هذول المتأخرين ليش رجعت لي على أساس أنت لا رح تقل لي إن كلام أبي الحسن الطبري وكلام الأشعري المتقدم والباقي لا المتقدمين. ثلاث ظلمات الآن، إذن تتبع لمنهج عبد الله الجديد الجديد، تتبع الآيات والحديث المتشابهة، تتبع شواذ الروايات روايات عن السلف وترك ما سواه مما تواتر عنهم من التفويض، الثالث اللي هو الأخذ بالنصوص مبتوعة عن السادة الأشاعرة، وفهم بقى فهم سقيم، وهذا سنأتي عليه بالتفصيل.